ولا يلزم إذا ذكر الإنسان اسمه أن يذكر اسم أبيه، لأن البعض قد ينكر. لا شك أن ذكر الأب له وجه ومطلب، لكن ليس من الضروري. ولذا لو ذكر إنسان اسمه ثم ذكر اسم جده ولم يذكر اسم أبيه أنكر عليه البعض. أنا أقول قد أتى بهذا النص كقوله عليه الصلاة والسلام: أنا ابن عبد المطلب، مع أن أباه هو عبد الله، فنسب اسمه إلى جده. فالأمر في هذا واسع.